برلمانيا، افتتح اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوما برلمانيا حول دور المعارضة في بناء الجزائر المنشودة. اليوم البرلماني ينشطه أساتذة جامعيون ومختصون في علم الاجتماع السياسي والقانون الدستوري وبعض رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وكذا ممثلو بعض المنظمات الوطنية وفواعل المجتمع المدني. وبالمناسبة أكد إبراهيم بوغالي دور المعارضة الإيجابية في بناء الجزائر والضمانات التي يكفلها الدستور للمعارضة، مبرزا أن ما نالته المعارضة من حيز تمثيلي في الانتخابات البرلمانية والمحلية ما هو إلا تكريس للقانون انسجاما مع الخطاب الرسمي. الجزائر اليوم المختلفة سواء على مستوى القوانين وهي التي نص دستورها صراحة على دور المعارضة أو على مستوى السلوك والممارسة وهي تتفتح في كثير من الأحيان وهي تفتح في كثير من الأحيان أبواب الحوار والتشاور للجميع، إيمانا منها أن الجزائر يبنيها الجميع مثلما حررها الجميع. الجزائر اليوم تتجه إلى تكريس الفعل الديمقراطي بقوة طرح وبصدق عزيمة، وهو ما يؤكده في كل مناسبة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، بل وتجسد ذلك بالدليل والبرهان. وما الانتخابات التي أعقبت تزكية الشعب للدستور إلا دليل على صدق الإرادة السياسية، وما نالته المعارضة من حيز تمثيلي في الانتخابات البرلمانية والمحلية وبالشفافية التي شهد لها الجميع إلا تكريس القانون وانسجام مع الخطاب. وفي هذا الصدد لابد من تثمين الدور الذي قامت به المعارضة الإيجابية التي تعمل على إقناع المواطن ببرامجها وما تطرحه من أفكار من المؤكد أنها تصب في مصلحة الوطن وخدمة الشعب مهما تباينت واختلفت مع غيرها.